اوه لا فعلا شكلها حلو. طب ازيدك بقى من العلم بيت؟ زيد. في صفحات حلوه قوي على الفيسبوك بتاعت مزادات وانتيكات، ابقى ادخل بص بس عليها هتلاقي حاجات لطيفه قوي. لا دي بقى تبعتها لاخوك معتز، هو خبير في الحاجات دي، لما بحتاج حاجه من على النت بيجيبها لي لو اني زعلان منه. ليه كفل الشر؟ عمل لك ايه وانا ملص لك ودانه؟ لعب بيجي ولا بيسال زي الاول ويطمن على ابوه. خليه فرحان بقعدته مع امه، خليه يشبع بيها. انا مالي؟ مالك برضه؟ على النعمة هتموت وترجع. ها؟ أنا؟ أيوه. ليه؟ مجنون؟ مجنون أرجع لها؟ أمك خلاص خرفت. أنت مصدق؟ من الفراغ اللي هي عايشة فيه؟ عملت أكاونت على الفيس. إيه؟ بتهزر. لا 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 ده تسيب. على الفيسبوك؟ أيوه. طب وأنت عرفت منين؟ ها؟ عرفت منين؟ سمعت. سمعت يعني ما. بعدين خلينا في موضوعنا، ايه رايك بقى في العمله؟ انا رايي ان انت هتموت وترجع يا حاج مجدي الصراحه. احترم نفسي واقوم امشي. لا, لا 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 خلاص خلاص، انا اللي هحترم نفسي ولا يهمك. خلاص انا هبقى اشوف موضوع الفيسبوك ده. خلاص اهلا. خلاص عملت لك اكونت جديد على فيسبوك، اموت واعرف بتعمل بيهم ايه كلهم. ها؟ هي كمان عملت لك بلوك على القديم؟ اه. اموت واعرف؟ بتعرف منين؟ هبقى دعبس انا واقول لك ما تقلقش. الاكل جاهز؟ اه يلا بينا ناكل. يلا نقول. اه الاكل الاكل يلا بشويه. يلا يا اولاد يلا خش من على اليمين. ربنا يخليك يا رب.